من حب وتقديس للدوت نت والسي شارب. لما بعطي دورة برمجة بشرح ساعتين مقدمة على السي شارب. ليش السي شارب؟ احنا مش هنختصرهم ان شاء الله في 30 ساعة بس هم بيستاهلوا الساعتين. حد يعرف ليش الدوت نت السي شارب او الفي بي او حتى قبل ما نجابها عملت ضجة في الدنيا؟ تشرح كل البلاتفورم، هذا أهم نقطة. طب كيف تشرح كل البلاتفورم؟ ليش السي شارب أو الفي بي أو الجافا دوت نت أو جافا كسرت الدنيا وعملت ضجة كبيرة في العالم؟ شوفوا هذا كماليات. نحكي قصة. نرجع شوية أيام وين؟ أيام الدوس. مبرمج الدوس إيش كان مطلوب منه من هذا البرنامج؟ يأخذ إنبوت من المستخدم ويطلع أوتبوت. هذه أقصى شيء. البرنامج هذا عشان يدخل أرقام إنتر على مبرمج الدوس. يطلع له إيش المخرج. يعمل جملة ويطلع له المخرج تبعه. تمام؟ الموضوع كان بسيط جدا. نزل بعدين إيش؟ ويندوز في فيجوال. صار على المبرمج كثير تعب، صار في تكست بوكس وصار فيديو واجهزه وصار في طبعات بيطبع. زمان برنامج كان المبرمج مسؤول عن انه ينزل تعريفات في البرنامج. يعني مثلا عملت برنامج بطبع وورد لازم انا انزل البرنامج تعريفات الطبعات من عمر. الويندوز خير هذه المشكله غيرها، صار الويندوز هو بيتعرض للطبعه في الويندوز ومش بيعطينا الطباعه بس ريحته. وكانت عنده مشكله وين؟ في الواجهات. عشان في السي بلس طبعا ايام الويندوز او الناس كانت السي بلس بلس هي ايش؟ اشهر لغه. عشان تعمل برنامج وتطلع واجهه زي هيك السي بلس بلس تكتب سطر ما يزيد عن 200 سطر كود عشان تطلع بس عشان وكل اساسا كل المبرمجين اشتغلوا سويين خط تمام؟ من صعوبة هذا عشان تطلع زر بدك تكتب كود هالقد. راحت مايكروسوفت عملت الفيجوال بيزك واحد. الفيجوال بيزك فيجوال بتسحب الواجهه سحب بتسحب الزر سحب، اختصت عليهم كثير. حلو كانت يعني الامور كويسه وحلوه، ولكن ظهرت كثير تعقيدات في البرمجه كمبرمجين. يعني مش راح نحكي كثير عنهم، حنحكي عن بعض العقبات. اول عقبه انك انت كمبرمج اذا عملت نسخه على الويندوز 95 لما تنزل ويندوز 95 لازم تعمل ايش؟ نسخة جديدة، فيش تفاهم. كنت حد هيك زمان تاني نسخة 95، نسخة 93، نسخة الميلينيوم، نسخة الاكس بي. فاكرين؟ تمام؟ طبعا انسى 32 64، اكيد 95 زائد 32 نسختين، الاكس بي نسختين. تمام؟ هذا منطق. طبعا ايش مفروغ منه؟ انه اذا عملت على الويندوز مش هيشتغل على لينكس. لازم تعمل نسخة ثانية، اذا عملت على لينكس مش هيشتغل على ماكنتوش. هذا مفهومة. يعني مبرمج اذا بنعمل تطبيق ناجح تمام لازم يشتغل على الكل، بدل ما يقعد سنة وهو يطوف تطبيقه بده يقعد 10 سنوات وهو يعمل في تطبيقه كل مرة شكل، نسخة على كل ويندوز، نسخة على كل نظام. حتى لينكس ما انت عندك 200 ألف إصدار. هذا المشكلة انحلت مع الويندوز. انحلت مع الدوت نت والجافا، هنحكي كيف. طيب نفترض إنه عندنا داتابيز أوراكل. أجيت عشان نتصل فيها في الفي بي أو في السي بلس بلس، عندك ما يزيد عن 8 طرق. كل طريقة لها مزايا وعيوب، واحدة أسرع من الثانية، واحدة بينفع تعمل انسيرت بس ما ينفعش تعمل ابديت، واحدة بينفع تعمل كذا ما ينفعش، عندك 8 9 طرق. في الفي بي عشان تتصل مع داتا بيز عندك يمكن 10 طرق. اردو وداو وادو ورادو، كل طريقة فيها مزايا وعيوب. المبرمج لازم يتعلم أكثر من نقطة عشان ايش؟ يعني عشان يعرف يدخل على البرنامج. طيب، إجا مبرمج غلبان زينا راح بده يشتغل في وزارة ايش؟ بلاش الداخلية بخاف منهم، وزارة التربية والتعليم. تمام؟ قالوا له بدنا تعمل لنا برنامج شؤون الموظفين. قال بسيطة. هاي في بي وتك تك 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 عملنا برنامج. قالوا بس والله احنا عندنا داتابيز ضخمة او بلاش داتابيز ضخمة. احنا عندنا بدنا على البصمة. الدخول والخروج على البصمة. قال لهم يا كان قلت من اول الفي بي طبعا البصمة بيجي بوسينج تمام؟ فايش مش بوسنج شغلها كله سي بس بلس.
فلازم يروح يتعلم سي بلس بلس ويعمل مكتب ويستخدمها في الفي بي عشان يحل المشكله. قعد 6 شهور لحد ما اتعلم في سي بلس بلس وعمل برنامج وربطه في تبع الفي بي. طيب بعد فتره قال لي اسمع والله احنا عندنا فرع ثاني فتحنا او في الوظيفه فرع ثاني فبنتصل عن طريق الويب تمام. الفي بي بتدعمش الويب فراح اتعلم لغه بي اتش بي وعمل ويب سيرفس وربطهم مع بعض. بعد فتره قال لي اسمع احنا والله عندنا داتابيز كبرت حلو بنفعناش هذا الشغل بان نعمل داتابيز ثاني بدل اكسس داتابيز كبير. الفي بي بتتصلش مع الاكس مع الاوراكل راح لغى كل شغله واستخدم الاوراكل فورمز تمام. بعد فتره طلبوا منه بصريش كل ما بده يعمل حاجه جديده بده يتعلم لغه جديده بده مثلا يعمل برنامج متصدر الاكس بيتعلم الفي بي اي الفيستو. فالسابق كانت بتواجه المبرمج مشكله انه كل شيء بده لغه معينه تمام. عشان ما نكتش حسيتكم صرحت او زكته لما جت الجافا كسرت كل هذا الاشي. الجافا عملت لغه برمجه تشتغل تعمل برنامجك مش على كل الدنيا مش على ويندوز على لينكس على ماكنتوش على ويندوز 95 98 اكس بي 7000 بيشتغل عليه تمام. الجافا بتعمل فيها برامج جوالات برامج سيرفرات مواقع تمام داتابيس تتصل فيها ويب سيرفيس اذا في ثلاجه غساله برضه بيشتغل عليها التطبيق. انت عارفين كيف جت اساسا فكره الجافا؟ شركه جافا هي سان مايكرو سيستمز بتبرمج ساعات بتبرمج سيرفرات بتبرمج جوالات. مثلا عندنا مثلا 1000 مبرمج بيشتغلوا على الساعات 1000 مبرمج بيشتغلوا على كذا 1000 مبرمج بيشتغلوا على كذا. فهذه مشكله بالنسبه لهم لو مشروع وقف بدهم ياخذوا 1000 مبرمج يعلموهم من اول جديد على الشيء الجديد. فقالوا ليش ما نعمل لغه برمجه موحده تشتغل عليهم كلهم. ومن هنا طلعت قصه الجافا. ايش اللي عملته الجافا واللي عملته مايكروسوفت بعديها؟ فكرة بسيطة خلت اجيب لكم صورة استاذ انا مظبط صورة او نسمع اللوح عنا اللوح. كان زمان يا جماعة لما تكتب كود سي بلس بلس جيبوه معك ممنوع حد يمسكهم؟ ماشي كان زمان هيكون سي بلس بلس هاي عندنا هنا ايش الاو اس تكتب الكود يطلع لنا ايش كود اكس ملف اكس اي صح. هذا الكود او الملف اوتوماتيك بيحكم معي مع الاو اس. مثلا تكتب دالة عرض على الشاشه مثلا عرض على الشاشه تستدعي ويندوز دالة اسمها عرض على الشاشه. هذا تحدث ملف ريد فايل مثلا تستدعي من الاو اس دالة تحدث ملف. هذه المشكله في لينكس في ويندوز اسمها ويندوز اكس بي اسمها ايش ديليت فايل. في ويندوز فيستا غيروها سموها ايش ريموف فايل تمام. في لينكس ايش اسمها اريز فايل تمام. في الماكنتوش اسمها اريز فايل ولكن ايش بتاخذ بدل باراميتر اسم الملف والصلاحيات مثلا حلو. فعشان كذا المبرمج كان كل نظام تشغيل يستدعي ايش الداله تبعته يستدعي ما يجيب مكتبات ويستدعي ايش الداله تبعته من المكتب حلو. راح جاب لي اسم واحد من الرايين بدل ما يكون عندنا شغل زي هيك. طبعا الكلام على الجافا مفترض انا اكون يعني نقال واقول لكم بس الدوبلت. لا بس الحقيقه انه زي هاي صح الفكره. بس الشاب نفس الشيء عملنا قالوا بدنا نعمل وصيف يلا اثنين شيكل ايش اسمه؟ بسيط ما شو اسمه بسيط جافا فيرجن اسمه فيشل مشي زيها بشجع تمام يا جماعة اسمه جافا فيرجن مشي. ايش عملت هذه؟ قالت انت يا جافا الكود تبعي بحكي مع وصيف والوصيف هذا بحكي مع مين؟ مع الاو اس. على فكرة انا بشرح برمجة بحب يشاركوا معي اي واحد يطلع لغة هيك انبسط حضرنا اسألكم كل شوية بحب يعني برمجة انه الكل يشارك معي. الجافا هذا كنت مين مش برمج جديد؟ انا مش برمج معقول برمج مش مهندس
حتى وقت برمجي بحكي هذا كلام دائما الفهم عنده مقدر عن كل شيء لأنه في الدولات الطلاب بعرف يعني برمج بس فهم شو كود فبكرة بعد شاف كود بعد عرف إنه هو خلاص بعرف من هاي تمام ليه نعم حافظ مش فاهم بالضبط هاي إذا أنا مكتب جاهز اسمه في الجافا هذا البي أم كنت في درس مو فايل أو جديد فايل أنا كمبرمج عارف إنه في البي أم هذا البرنامج فيه دالة مو فايل ديليت فايل هاي إذا مكتب الدالة هنا بروح حدد البي أم بشوف إيش في عنده إيش أو إس نظام تشغيل بقول لينكس بقول آه لينكس بحولها تبعتها بس الإعداد تبعتها زي المقسم زي المقسم زي المترجم زي إيش بقول سمو صحيح وسيط هاي إذا أنا كمبرمج وظيفتي أكتب كود جافا وبحكي مع مين؟ مع البي أم وظيفة جافا تنزل على الاس بي في ام خاص فيها يحول الديليت فايل للديليت فايل تبع كذا تنزل لينكس في ام خاص فيها يحول الديليت فايل للريز فايل على فكره تقدر تحول الريز فايل مع بالكوبين اسمه صديق تمام عشان مثلا ساعات مثلا كنت مثلا اقول لك حمل جافا اس دي كي او اس دي كي تمام حمل جافا اس دي كي تبع ويندوز ما كنت اشتغل غالبا عشان مايكروسوفت لها ويندوز بنزل هذا الوسيط تبع الويندوز بنزل وين في الويندوز فانت اي برنامج سي شارب بتكتبه اوتوماتيك وين بيشتغل على الويندوز حلو بتلاقي مثلا الويندوز اكس بي في ويندوز اكس بي اس بي 3 في دوت نت الويندوز فيستا في دوت نت 4 الويندوز 8 في دوت نت 4 عشان نحكي عنه فانت تكتب برنامج اوتوماتيك بيشتغل على الويندوز 8 غير المتحمل ما بيشتغلش بتقول له والله محمد افتح بقول له لو سمحت حمل الانترنت الفريم ورك او ممكن تحطه في السيت اب نفسه ينزل الاثنين فانت تكون متاكد انه برنامجك هيشتغل كل الدنيا لو في ساعه انك شفت عليها الدوت نت كود هيشتغل عليها على ويندوز هون سي شارب عليها ويندوز هيشتغل كودك عليها عليها اس بي هيشتغل كودك نفس الفريم تمام حقيقة هذا ايش اللي فيه بالضبط في هذا لا حقيقة نفس كده في السي شارب عملوا حاجه اسمها ايش دوت نت فريم وورك منصة الدوت نت اللي هي هذه المربع هذا بحكي مع الاورس نفس الفكرية نفس هي بس حتى جايب على دراية انه وضع عبارة عن برنامج يعني بتنزل برنامج سيت اب الحمد لله حتى جبت الفكرة اوتوماتيك وبنزل مع الجو اس بي بنجي بنزل مع الجو اس بي الويندوز هون نازل عليه اوتوماتيك فكنت بشتغل عليه الويندوز 8 نازل عليه فريم وورك 4.5 يعني احدث شيء الويندوز 10 نزل عليه 4.6 فانت مش لازم تحمل شو كثير انت حسيت انك تحمل برنامج انك تحمل المتطلبات تبعته شغل الداتا بيس وشغل الجافا جافا كنت بقول لك ايش اذا مش عندك جافا حمل الجافا اس دي كي يعني الجافا لها وسيط لحال وسي شارب صحيح والبايثون كل لغه لها وسيط مفترض للشيء انه تنزل وسط لحال البايثون نفس الشيء نفس الشيء. طبعا هذا كلام في لوجيك حقيقة. مين أصلع لما نكتب كود سي شارب سي بلس بلس بحكي مع الاو اس ولا لما نكتب سي شارب بحكي مع الفريم وورك سي بلس بلس بحكي مع الاو اس مين منطقي؟ مين منطق أصلع؟ هذا في شيء مباشر بحكي مباشر معه تمام؟ مين معاه صلاحيات أقوى؟ لا الأول هذا لا ولا يوصل لكل شيء في النظام هذا محشور في مين بس المعرفه ايش في دوال هنا هو غالبا بكون كل الدوال بس في حاجات فنيه جدا 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 بتكون موجوده بتكون موجوده هنا بس حلوها لو شفت حالاتها الظروف التواصل مع كذا صعب بس في الدوت نت سهل عملوا الراشد حقيقه الويندوز شفتم حقيقة الويندوز جماعة انسوا الواجهة دي الويندوز في النهاية كلها واقف دوس اوكي في الخفاء كله دوس انت بتضغط على زر وسمعت ملف في النهاية بيسمع الهواء من الدوس حلو تمام لو شفت عندي طفرة كبيرة لغت الدوس عم بحس انه باور شيل شوفوا يمكن في باب ارم باور شيل ارم باور شيل اللي هو ارم معينة حقيقة انت بينفع في الدوت نت تستدعي امل تكتب اي امل تستدعيه من الويندوز فانت كانك ايش تقدر تصلح كل شيء في النظام واضح؟
يعني انت بتكتب الامر هذا هو بيسمع ليش في النظام تقدر تستدعى اي امر عندك يعني هذا الوسيط بيستدعى امر من اي امر حتى مش موجود فيه بيستدعى اي امر من الرأس بنفذ الرأس مباشره حلو حتى في التطبيق انت بتفتح تستدعى امر بس الرأس يعني انت عندنا ايمج بوستنج تعمل مباشره على الاو اس ايش مع الهاردوير تدفع على معالجه الشاشه بتعمل حاجه معينه فيه تدفع امر بس الرأس واستدعى المكتب في السي شارب عادي ما خيارات كثير متاحة يعني انت عندك كل القوة بس احنا بنقول انت يعني مضاك محشور في حتة معينة في زاوية بس انت بتقدر تصير كل شيء بس مباشرة ممكن تجيبك ثلاث حاجات ممكن تسدد على مباشر بس انه كل داتا موجودة مباشرة ما تلاقيهاش في الداتا اساسا كل داتا موجودة يعني تحط كل المعلومة على زكتين المهم هذه بتكون اسرع بس احنا بنكسب مبرمجين مين بعنينا الانتاجيه ولا السرعه الانتاجيه طبعا الانتاجيه اسرع انا اخليها بدل ما اخذ اثنين بدل ما اخذ ربع ثانيه ياخذ ثلث ثاني بزياده شويه ولكن انا بدل ما اخذ كرسي بس نص مش هاخذه على 10 مع كل نظام تشغيل واحد اول سنتين دواء بخمس في اسبوع احسن تمام حسب مثلا كمان ياخذ شوب او تعمل جيم او تعمل مثلا مكتب جروسين لا بس نص يعني تاخذ لا اكثر احنا بنحكي ان مثلا سي بلس بلس بتعمل ايمج بروسيسنج اه بتستهلك في الذاكره في السي بلس بلس اقل لو هيك في شغله بتستهلك اقل شو بس كمان هون حلو تمام بس احنا بالنسبه لنا عشان نعمل برمجيات في السوق تمام احنا نعمل كل برمجيات للسوق بالبيع فلازمنا يكون كله سريع اسكت شت اب يور ماوس طيب هذه استهلاك اقل في الذاكره لانه كل شيء فيها صغير هذا المهم عن طول شيء حكيت اشوف ايش في جوات هذا اللغز هذا اللي هو مين دوت نت فريم ورك طيب عندنا دوت نت فريم ورك صدر في 2001 مش عارف تاوت صدر في 2001 والله شوف ايش الناس اشوف انا ما شافوه صدر في 2001 يا جماعه الاصدار للفريم ورك 1.0 لا 2002 في 2003 صدر اصدار 1.1 2005 نزل الإصدار 2 2008 2006 نزل 3 2008 نزل 3.5 2010 نزل إصدار 4 مش عارف تقول كمان 2012 أعتقد نزل 4.5 2015 نزل 4.6 هذا فيجوال ستوديو 2002 هذا فيجوال ستوديو 2003 هذا 2005 هذا فيجوال ستوديو 2008 هذا فيجوال ستوديو 2010 هذا 2013 2012 و2013 وهذا 2014 2015 نجاست بيلوز معلش الخريطة بتخوف ايش؟ ايش بحبكم؟ اول صدر دوت نت هو السي شارب في بي نزلت في 2002 شوف هذا 2015 قلنا قد ايش؟ 14 سنة هو انا هو تمام؟ احنا جيت نشوف الجوست 2015 نجاست 2015 تنفع تكتب كود اي نص من هدول ليش انا اللوجيك تجيب وينفع تقول له والله بدك تكتب كود بيستهدف مين؟ الاربعة ليش بدك تكتب كود بيستهدف الاربعة؟ مثلا انت عندك اجهزتك كلها هذا الاربعة موجود وين؟ ويندوز 7 ويندوز 7 فانت بدك تكتب كود يستهدف ويندوز 7 من غير ما ينزل الفريم ورك بدك تكتب كود يستهدف 4.5 بدك تقول له ايش؟ ويندوز 7 نزل الفريم ورك 4.5 حلو؟ فانت بتكتب كود هنا بس هذا الكلام مش للصور انت ممكن تكتب كود سي شارب تكتب كود سي شارب
بتعمل برنامج بسيط على حاجه تنزلها تطفي اعلانات وتنزلها فوق. فلو عملت اربعه انت بتشغل ويندوز 7 على ويندوز 7 مش ويندوز 7 ويندوز 7 تمام. ويندوز فيستا عليه 3.5 ال 8 عليه 4.5 ال 10 عليه 4.5 احنا نستخدم هذا. خليني افشفل شويه في حالي. كل غزه كل غزه تشتغل تشتغل على الاستوديو مثلا جديد بس فعليا مثل الوجود اقدر حتى الوجود هذا كل جديد في الحاجات هذه التطورات بس تستخدمهاش تعرفوهاش اساسا خلاص. اخذ دوره في 2002 والكود مختلف الكود عادي في اضافات في فنيات تجيب يعمل بند جديده هذه جدا توفر بين وقت في الشغل. بس انا لما جينا كل مكتب ايش؟ والله كبير. مين بيحضر سي شارب؟ المهندس سامع اللي هو شاطر يعني احتلوا الشهر وجد حلوة إن شاء الله. بس أخذت الموعد الثاني تقوش مخفي موجين الويب ببرد جهاز من 2003 لا تستخدم 2007 المهم استخدمنا 2015 فريم وورك 4.6 إن شاء الله في ويندوز فون آخر شيء أحدث شيء. إذا حاب فيكم حاب بعد هيك يكتب كود سي شارب ينزل تطبيق في السوق يكتب فيها. إذا حد مصلحة بلدية أو مصلحة بس عنده ويندوز إكس بي فهيضطر إنه يكتب زي كذا ما حيقول لهم هيحط مع السيت أب إيش؟ برنامج السيت أب للفريم ورك. أنا عامل برنامج مشغل للوفرات عشان أنا الناس عندهم ويندوز 7 كان إكس بي كنت عامله 3.5 خلاص 3.5 مش راعي لسه مش راعي السيت أب ماي خلاص بعدت عليه دائما بهذا الموضوع بس لا. طيب كمان مرة طيب لو بدنا نشوف ايش هو الدوت نت فريم ورك. الدوت نت فريم ورك ايش هو مسؤولية الدوت نت فريم ورك؟ يترجم يحول كود السي شارب لايش؟ للاو اس. ايش الاو اس بفهم؟ ايش لغة بفهمها الاو اس؟ ممتاز. ايش اسمها ماشين لانجوج هي ايش؟ صفر واحد. يعني احنا بنكتب كود سي شارب بفهم الفريم ورك ايش بحوله؟ صفر واحد. طيب لقيت احنا نكتب كود سي شارب او كود خلينا على سي شارب كتبنا كود سي شارب وطلعنا ملف بي اكس اي كتبنا سي بلس بلس ونعمل له كومبايل دخلنا كود ايش؟ دخلنا في اكس اي. ايش معناته في اكس اي في؟ مش بحكي مع الاس مباشره. ايش معناته في؟ صفر ماشين لانجوج لانه هذا بحكي مع هذا مباشره بشكل خاص جاهز تمام؟ ركزوا معي سي بلس بلس اوتوماتيك طبعا بحكي مباشره مع الاس لانه بحكي بلغته. ايش بتحكي الاس؟ 0 1 في 0. طيب احنا قلنا سي بلس سي شارب طلع ملف اكس اي تمام؟ تمام؟ ولكن هذا بحكيش مع الاس بحكي مع مين؟ وهذا بحكي محاولة. ايش معناته هذا الملف فيه؟ مش معناته في صفر واحد. حلو؟ مش صفر واحد. ايش فيه لغة؟ في لغة اسمها MSIL. MS اقتصاد مايكروسوفت. IL. هي IL. هي Intermediate Language. بالضبط. Intermediate Language. اللغة الوسيطة. اسم هيك يعني بس عشان نتفرج حتى شوف البرنامج مايكروسوفت يكون سيتر اسمه MSIL تمام؟ MSIL سيتر شوفوا السيتر يكون MSI دوت MSIL وهي اسمه هو ما لهاش دخل كثير يعني الفهم هذا كلام راح تكتب كود مش راح تجيب كثير حاجات يعني بس الفهم كويس الامانه كويس في الشغل. الIL هذه اللغه البسيطه فيها لغه مش صفر واحد ومش سي شارب لا ولا اسم اعلى يعني بدل او يعني كلمات معروفه يعني معروفه والقاب يعني واحد طلع عليها كويس كويس طلع عليها كويس جزء من ده ممكن يفهمها غالبا بس ممكن يفهمها. طيب ليش بحكي هذا الكلام كله؟ بحكي لي هدف لقيت انا كتبت دوت نت دوت نت مايكروسوفت قالت احنا منزلين هذه الاي ال اللي بنص للاي ال يعني هو في النهايه لغه البرمجه الحقيقيه ايش هي؟ الاي ال تمام؟ عملوا الاي ال وهذا وطلع منها لغه. قالت مايكروسوفت احنا ليش بنكسب مبرمجين العالم؟
بنطلع لغه شكلها قريب من الاي ال او لغه مشتقه من الاي ال بتتحول الاي ال قريبه من السي بلس بلس بنسميها ايش؟ سي شارب عشان برمجي السي بلس بلس ما يصعبوش لما يجوا عندنا وعملوا لغه اسمها جي شارب نفس الجافا تكتب كود جافا كود جافا سنتك جافا ولكن ايش بتحول او هو بياخذ من الاي ال يعني هم تكليه مقدري وقال بدل ما نكتب في بي نكتب عنهم ايش في بي دوت نت تمام تكتب كود في بي دوت نت بتحول لمين الاي ال حلو كله في النهايه بتحول انت بس الواجهه تكتب كود كذا ولكن بتضغط كومبايل بتحول الاي ال عملوا للمبرمجين البايثون تسمع في البايثون انا من بايثون برمجين الروبي الروبي ما يزيد عن 90 لغه دوت نت تقدر تكتب فيها بالدوت نت كلها بتعمل كومبايش بتتحول اي ال السؤال المهم الان مين اقوى دائما بتسمعه او مين افضل السي شارب ولا في بي؟ سي شارب هذا الشيء الثاني صح هذا لكن نظريا خطا ولا واحدة اقوى كل واحد حترجع الاي ال كله انت بتكتب اي ال يعني ليش ما تكتب فيها بتحول لاي ال انت بس اختار ايش؟ اللغه اللي بتكتب الشكل اللي بتحبه انا بحب الفي بي بحب شكل في بي حاطيكم ان شاء الله ساعتين في بي يعني بكره ان شاء الله على العمل الحر هذا في شيء بس مكان الضغط الان بكره جاك على محاولة لك واحد بده والله تعال ويندوز فون في بي طالب جامعة بده ويندوز فون في بي بقول له بعرفش لا حتشوف انه حيتعلم السي شارب كثير ساعتين يعني كثير نص ساعه كنت تعب في بي في بي تقول انت تفتح قدام مبرمج ويندوز فون اسمك مبرمج اسم مبرمج ويندوز فون سي شارب فقط انا اسمي مبرمج ويندوز فون طيب مين افضل فيش افضل السي شارب والفي بي نفس اللغه كله بتحول الى ايش رايك في سهولات في اللغه في سهولات في الكتابه واحده بالقواس واحده بغير القواس ها هو كمان واحد حتى قعدت في مره جيبه من غزه يقول لك السي شارب اقوى اسرع لما بتعرف انه ايش حافظ مش فاهم يا مجنون الصغير هي لغه هي دوت نت فريمورك هي اللغه اللي نكتب فيها بس غلفوها وقالوا بشكل ثاني زي انت هالجوال لو شلت الكفر هذا المكسور ايش بطلع لك؟ الشكل الحقيقي تبعه قالوا يا عم احنا بننزلهم ايش كفرات ازرق واحمر واخضر ودخيل مركب الشكل الدخيل في النهايه هو هذا تضغط عليه بستدعى زر الجوال في الفي بي لما تكتب مثلا عمق متغير دم اكس اس انتجر بروح بستدعى الزر تبعها اللي هيك وبصير تكتب انت اكس صيغه هاد دم اكس اس انت بدي اقول تكس العكس بدل احطها حرف ستيبل ما بستدعي الزر تبعها اللي هو كان احمر ازرق اخضر الكفر مش مهم هو نفس الضغط نفس السر وضحت ان شاء الله يكون مثال واضح وبسيط ما في فرق بينهم ما في فرق واضح طيب عشان نخلص كلام الشي شارب هذا المقدمه فالطه نمزح بدي اياها تزهق مخكم يا جماعه كمان مره نكتب كود سي شارب في بي جي شارب اف شارب سي بلس بلس سي اوميجا اسمها هذه سي بلس بلس خاصه بالدوت نت تمام اي شيء بتكتبه دوت نت تعمل له كومبايل ايش بتطلع لك؟ بتطلع لك هنا ملف اي اكس اي اسمه اي في اي ال لغه بسيطه لغه بسيطه انت بديت تعمل هذا انت بديت تعمل مين الوحيد اللي بفهمها؟ الفريم ورك الفريم ورك لما تسدد ملف الاكس اي وضع عليه ضغطتين شمل عند التشغيل الفريم ورك ايش بيعمل؟ بيقراها وبيحولها لايش؟ او اس طبعا في كثير كلام جدا يعني احنا نضغط على احنا كتبنا كود طلعنا في اكس اي اذا نجي نشغل اكس اي وضع عليه ضغطتين بيشتغل في الفريم ورك في حاجتين بيشتغل في حاجه اسمها جيت في حاجه اسمها انجي بزمنا شغل لا ده بزمنا نص صوره بزمنا اسمه انجي انجي ايش الجيت وايش الانجي اللي بتطلع قناة الاكس اي لما تشغل التطبيق على ويندوز فون بيشتغل يا جيت يا انجي ايش الجيت؟ اختصار كلمه اسمها جاست ان تايم كومبايليشن ايش يعني الترجمه على الفور ايش يعني
يعني انا لما شغل التطبيق تبع الاي اكس اي الان بفحص جهازي، بشوف ايش في عنده رام، ايش في عنده معالج، ايش في عنده هارد، بعمل اوبتمايزيشن للكود يتوافق معه. يعني انا شغلت التطبيق اول مره على رام 2 جيجا، برنامج اشتغل على الكمبيوتر، اشتغلت على هذا التطبيق اوتوماتيك بفحص صار 4 جيجا بتوسع على حاله وبظبط حاله اكثر. تمام، انا كمبرمج كتبت الكود عندي معالج قديم، معالج واحد فيه، تمام، بنتيوم 4 مثلا، مش اشتغل على جهازك مثلا او على جهاز مهندس موسى، حلو، لقى انه عند مهندس موسى ايش؟ كول اي 7، لقى انه ايش؟ 4 معالجات، اوتوماتيك بعمل اوبتمايزيشن للكود وايش 4 معالجات، كان انا كتبته على 4 معالجات. واضح يا جماعه؟ وكل مره يعني لقينا عمل واشتغل، راح مهندس عيد موسى غير ايش؟ معالج، غير معالج، لو جينا شغل برنامج مرة ثانية فرجع يقول لك علم في مشكلة، كنت تشوف لو غيرت المعالج ولا هارد ديسك بصير خطأ دولة في الشركة، لأنه البرامج تأقلمت على المعالج. لا، كل مرة تشغل بمشكلة حتى بأقلم حالة على الذاكرة، مثلا الذاكرة أنا بستخدمها كثير بأقلم حالة عليها، بستخدم دي بأقلم حالة عليها. هذه ميزة فخمة، مبرمج لو كمان 30 سنة نزل معالج نواقص جديد وش جديد، مايكروسوفت مسؤول عنها ايش؟ أقلها الدوت نت فريم ورك، تحول كودها أقلموا عليها. هذا لازم يكون بالإنترنت ولا من إعدادات البرنامج؟ في إعدادات البرنامج، ما تقول أنا أعملها إيش؟ أوبتمايزيشن. أعملها إيش؟ أوبتمايزيشن. أوتوماتيك كل برامج عليها معمول أوبتمايزيشن. ممكن هو يشتري أوتمايزيشن إنه على نفس الجهاز اللي كذا. ممكن في أجهزة خاصة مثلا بتاع السيرفرات ونزلوا أجهزة خاصة، معالجات اللي تالي مثلا. أما الكل أوبتمايزيشن. تأكد إنه كودك أنت الآن كتبته على ويندوز فون معالج. بس كمان سنتين معالج ويندوز فون معالجين، تأكد إنه كودك يشتغل بكفاءة كأنك أربع معالجين. الرام قال أفضل أنت مركز، أنت بتنام. نام في البيت وتكون متأكد. نزل ويندوز 70 كمان 10 سنوات، كودك يشتغل عليه بالجي أي مشان كأنه مكتوب لهذا النظام. بس بالكيت مش عقدين. بالكيت مش عقدين، بس بضل في الديجاسي اللي هو الدعم القديم. تأكد إنه يشتغل كأنه مكتوب للنظام هذا. طبعا ويندوز فون بيصير زي هيك، بس ليش الجيت بيشتغل الثاني الان جي؟ في الويندوز برامج عاديه والاس بي بيشتغل الجيت، الويندوز فون بيشتغل حسب الان جي. الان جي اول مره بيشتغل البرنامج على الجوال ايش بعمل؟ بعمل له اعدادات خاصه وبتنحفظ، بس انا بحفظ منطقه على الجوال مش معقول تغير معالج الجوال، تمام؟ بس لو نزل انت عملت البرنامج مثلا كمان سنتين نزلته على جهاز ثاني عادي بياخذ اعدادات، بس انت نزلته على جهاز هذا الان خلاص بياخذ اعداداته مره واحده، مش معقول انه يشتغل على جوال يخلص الجوال كم مره، لانه جوال بيتغير. فاهمين علي؟ يعني انا عملت مبرمج برنامج لو كمان سنتين نزل الجوال واحد جرب عليه بيشتغل عليه، بس على نفس الجوال راح غير فيه قطعه ما هي بايخه يعني ما لهاش معنى، مش معقول انه يغير الرام في الجوال، خلاص الجوال خرب. لا يعني مش كل مره بيشتغل على الجوال بغير اعدادات البرنامج، خلاص مره واحده، بس على الكمبيوترات العاديه كود سي شارب لما بتعمله اوتوماتيك كل مره ايش؟ بفحص ايش في تغييرات في الكمبيوتر، يعني هو لحاله يحدد ولا هو لحاله بفحص، انت كمبرمج بينفع تحدد هذا او هذه في التطبيقات العاديه. ديسكتوب هذا او هذا. في الجوال اوتوماتيك هو ان جي. حتى بصير شيء خارق في حق تطبيقات المسؤول ليش بتتكرر ايش؟ شوف كيف الذكاء على المسؤول. اي جوالك بطلب ايش التطبيق هاي المتجر وهي الجوال في الاندرويد جوات عليا بطلب التطبيق ايش بعمل المتجر بعت التطبيق وبعمل هنا ايش الاي بي كي ايش بعمل له بفكه بعمل له سيت اب صح في الويندوز هون لا بطلب التطبيق المتجر ايش بعمل؟ بشوف ايش مواصفات جوالي وعمل له كومبايل على المتجر على الكلاود بشوف افضل ايش في جوالي وبعمل هذا على ال جي مره واحده بعمله وبتاكد كل ايش وبعثك اياه عشان برنامج 01 جاهز واضح يا جماعه بس ببعثك اياه كومبايل وجاهز هيك جاهز يعني مش ببعثك اياه وجوال بنصبه بالنسبة للسؤال معناته انت بتكتب برنامج مستحيل حد يسيب لك البرنامج
منفعش. هذه مبرمج ميزة كتير كويسة. بتصير فش انت حتى بتنام. فش امكانية لما نستور. فش امكانية زي الاي بي كي واحد ياخذ يفك ويفك تشوفوه زي الاي بي كي. اي ما في اي بي كي بفك لك بطلع لك. لو كتبت فب بيرس بفك بطلع لك كود وخلص. والاسد سبعتها الصور ولا شيء. ويندوز فون لا. ويندوز فون يسموها ان كلاود كومبايليشن. ترجمة في السحاب. اوتوماتيك بتترجم هنا على الكلاود. تمام؟ وبعد جاهز 01 على الجوال. بعدش الاي بي كي. هتجي التميزة مهمة للبرمجة. لو تفكرت خوارزمية ضخمة ايش هنشوفها؟ ما حش هشوفها. لما بتسعر تصعد جوال صفر واحد يصلوش فون والجوال بيب بحاوله. هذه نقطة النجاح اللي اعتقد ابدا بتعمل بس بداعة ضدنا. هذا بس ايش النجاح؟ هذا عدو في ويندوز فون 8 دير بالكم. ويندوز فون 8 ما بعد. ويندوز فون 7 لا. ويندوز فون 7 كان ايش؟ يبعث لهنا ولا يعمل لهنا طب لما بتنصب على الجهاز نفسه نفس الفكره ممكن على ويندوز نفسه على الويندوز كمبيوتر لا كمبيوتر لا بس ويندوز هنا اللي عندها فقط عشان تسجل طبعا الستور بيحكي الستور سواء ويندوز فون او ستور ويندوز 8 هذا الستور هذا عارفينه يا جماعه الستور تبع اللي هنا هي ايش اسمه ايش تذكر شيء يا دكتور؟ أوقف؟ لا لا شوف أنت مديت لانجوج. أنت مديت لانجوج. لغة بسيطة. أنت مديت. أنت. مديت لانجوج. هذا وسيط بين. هي لغة هي الوسيط. هو تكتب كود سي شارب تحول لايت. لا يعني انا برفع بكتب المتجر برفع المتجر التطبيق على الستور ايش بدفع هنا اي ان صح ولا لا لما بيجي الويب انا كونفرج لما برفع التطبيق على المتجر الملف اسمه ابيكس او زامل القديم ايش زاب برفع هنا الستور كنت فعليا في التطبيق هذا اي ان ولكن لما بيجي المستخدم بحمل ايش بعمل وضبط بالتطبيق بتحول اي ال حسب جهازه عن طريق الان جين من اي ال لصفر واحد بيعمل مره واحده وبعده مره واحده وبعده خاسر ما هو منطق مش معقول يغير معادله ليش مختلف عن الجاستن الجاستن تايم معناته مفترض كل ما يشتغل التطبيق يعمل له يكون عندنا اي ال هنا يكون عندنا اي ال كل ما يشتغل التطبيق بفحص الجوال بشوف ايش في هاردوير جديد بعمل تحديد اوبتمايزيشن للكود عليه بس منطق على الجوال ما يكونش انه هذا واحنا عشان قصه السكيورتي احنا بدناش نبعث الاي على الجوال لو بعثنا الاي على الجوال بدفع برضه شيء يقرا ويفكه احنا بدنا نصف فحل الاشياء بدنا نجي اسمع هذا العلم انتم بعدين بتعرفوه في الشرق الاوسط حدش بعرف خلاص كله بحضر هالدوره يكتب كود مش فاكر بس تفهم انك انت كودك محمي خلص ميزه كويسه لا يعني ممكن نعتبر انه مثلا الاجهزه الكبيره اللابتوب مثلا الكمبيوتر جاست تايم بالنسبه للجوالات اللي هو بس بالضبط بس تطبيقك على المتجر مش التطبيق الثقب العادي تطبيقك على المتجر هذا على المتجر هذا تقدر تتحكم يا هاد يا هاد يعني لما اعطينا المتجر في ويندوز فون اوتوماتيك انجين في المتجر العادي بينفع تحدد هذا او هذا انت عملت مثلا تطبيق اوفيس منطق انك يعني يكون اوبتمايزيشن عالي بس عملت تطبيق مثلا كلمات متقاطعه حط انجين وريحنا مش معقول يعني ما لهاش دخل كلمات متقاطعه كثير في الهاردوير او تغير حاطين رام زياده لان كانت شاشه مش مهمه بس عامل فوتوشوب بيفرق معاه ما بد اسمعوا هذا كلام انت تاخذوه كثير بس افهموا انه ويندوز فون او سي شارب بشكل عام الكود تبعها بتحول لاي ال والاي ال بتحول عن طريق الدوت نت فريم ورك لايش؟ لزيرو وان في عندنا خيارين يا اما جاست ان تايم يا اما ان جي جاست ان تايم كل مره بشتغل برنامج بفحص ايش في عندنا هاردوير وبطبق الان جين اول مره بشتغل خلاص بضل هو الاوبتمايزيشن لو غيرت معالج او ضفت جديد بضل هو الويندوز فون في ميزه الان جين ميزه كويسه جدا للمبرمج انه كود مستحيل ينسرق حلو يا جماعه
طبعا كروس. هو هو مبرمج يحط كود على الانترنت يعني صار اوبن سورس. ولا قصدك على الدوت نت نفسها؟ الدوت نت نفسها ماشي. انا كنت اتابع الاخبار. طيب الدوت نت فريم ورك هو هذا الدوت نت فريم ورك اللي قلنا مربع هذا مسكر ما حد يشوف كوده. في كثير حاجات مبنيه عليه مثلا ويندوز سيرفر مبني كثير عليه مكتبات منه فمش معقول انك تفتح. فانا شفت ايش عملت جديد راحت فتحت بعض المكتبات في مثلا مكتبه التعامل مثلا مع الصور راحت فتحتها بينفع اي واحد يعدل عليها. حلو تمام يا جماعه. مكتبة الويب لا ما تحتاج. طيب يلا نكمل نحكي عنها لعبة. طبعا الدوت نت موجه لمين؟ للويندوز. طب واللينكس والماكنتوش؟ نفس لهم دوت نت بس مش مايكروسوفت اللي عملته. اجت شركة اسمها مونو عملت دوت نت فريم ورك خاص بالماك واحد ثاني خاص بمين؟ باللينكس. وضلت تطور فيهم وشفت تلعبهم على السكن بتاع التعب. هذا المونو الفريم ورك تبعه اوبن سورس. كل اوبن سورس لانه هو معمول للينكس. خاصة اصلا جهه معينه. معمول للينكس لينكس هو اوبن سورس. فهم ايش؟ جابوا برمجيين يطوروا عليه اوبن سورس. لا مش الماك. مو لا صحيح كلام ما تشوف اوبن سورس بس الفريم ورك تبعه اوبن سورس. زبطت معه الامور وغنيت سكرته بطل اوبن سورس صار زي ما شفت فتحه بعض الحاجات والله اللي مسكر. اندرويد هو احدى اوبن سورس. لا اوبن سورس خدعوك فقالوا جوجل اوبن سورس فتحته اول سنتين بعدين سكرته وصار هكذا طبعا عن طريق جوجل. وفي مكتبات بتنزل في اندرويد مسكر ممنوع حد يشوفها. ايه خلاص هذا الموضوع مش شمال هذا الاندرويد يا جماعه مش اوبن سورس. اول سنتين بتحكموا بيجي خليهم يكتبوا كود وبعدين اخذوه سكروا. صارت كل سنتين في مكتبات قديمه تفتحهم مكتبات جديده في مكتبات بتفتحهم مش ببعضهم. الاوبن سورس معناته انه الكود موجود على المتجر بينفع انت تدخل تعدل على الكود وينزع الكود. لا الممنوع الواحد يعدل على كود الاندرويد غير جوجل وافقتها هي تقبل وينزل. المهم الان ما شفت في حاجه اسمها دوت نت كور اللي هو الفريم وورك الاوبن سورس تبع مين؟ تبع هذول الاثنين. اليوم مر عليكم دوت نت كور اللي هو فريم وورك اوبن سورس الكور اساسي وقت موجه لماكنتوش. هذا اللي استخدمناه على الايفون. احنا فعليا لما نكتب كود ايفون اوتوماتيك هو في الخفاء حينصب في التطبيق ايش؟ دوت نت كور. تمام. لو دخلنا موقع فيجوال ستوديو خلاص بشتغل هو الاوبن هو الفريم ورك تبع الماك وال حقيت انت كتبت كود سي شارب نفس هيشتغل على كل الانظمه ما عندكش مشكله. خلاص الانترنت كنت السرعة مش ملاحق يفتح. لا هي ضاوة هي ضاوة هي فتح طيب أنا اليوزر الثاني عندي هل شايفين يا جماعة مايكروسوفت عندنا فيجوال ستوديو العادي مايكروسوفت نزلت فيجوال ستوديو لمين؟ للماك واللينكس اسمه فيجوال ستوديو كود بشغل فريم ورك مين؟ الكور. واضح يعني ما تتخموش. المهم فيجوال ستوديو كور هذا اذا حد عنده ماكنتوش او لينكس بينفع يحمله ويشتغل عليه عادي نسخه للايش؟ للماكنتوش واللينكس. لو نزل العادي اللي نزلناه على الماك ما بينفعش.
بس هذا الكون بيشتغل عليهم كلهم. تمام بيشتغل عليهم كلهم. هذا بيشتغل شد على الويندوز. لا لا ما ليش ما ليش في الهاردوير ما في اللابتوبات بدوش تبغى هذا ما بحبش أبل. هذا النقطة الثانية ما بحبش أبل بالمرة. والله صاحب جاب أبل ما ضش أزوره. بعد أسبوع زباعه انبسطت ورحت زورته. نوعا ما تعاون أبل بتب تعاون ن... لا تعاون أبل بتب نفسه أعلى من الناس أرقى من الناس. ممتاز علامتين زيادة. طيب في عندنا المونو بروجكت للعلم هلقيت احنا نطور تطبيقات عشان اخي تكون خلصت نطور تطبيقات سي شارب تشتغل على الماكنتوش واللينكس ليش قلنا بده يكون الفريم ورك في النص دوت نت ايش كود هذا والكود تبعه حزمة التطوير الخاصة بالويندوز فون عشان تطور هنا اسمها زمنية شفتوا انت من عملنا في استوديو تنصيب قلت لكم في خيار اللي هو اسمه كروس بلاتفورم ديفلوبمنت اذا حد مطور للاندرويد والايوس يختاره لو فتحته بتلاقوا في خيار اسمه الزمرين الزمرين هو الحزمه هذه تبع الدوت نت كور بتحول كل السي شارب للينكس او ماكنتوش حلو تنحط الزمرين الزمرين هو الدوت نت كور هو الدوت نت فريم ورك مسؤول عن تحويل السي شارب لمين للينكس او ماكنتوش الفهم مقدس يعني انت بكره تكتب كود سي شارب فعليا ايش حيصير حيفهموا الدوت نت كور ويحولوا لايش لدالة في الاندرويد تستدعى ديليت فايل في السي شارب ايش فعليا حيستدعى الديليت فايل تبعت مين الاندرويد الحقيقي بس مين مسؤول استدعاء هذا هو ايش الدوت نت كور بحول الداله تبعتنا سي شارب لداله او اس الاندرويد هي الديليت فايل حلو بكفي ناخذ بريك وبعديها ناخذ سي شارب ان شاء الله.